اهلي البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. عواشكم مبروك، تخلي لكم بالصحه والسلامه. المهم الكبيدات ديالي هاد لا فيديو هذا الصراحه ما فيه حتى شي حاجه من غير المشتريات ديال الحوايج ديال العيد. غادي نشارك معكم مشتريات واخا جاي هاد لا فيديو هذا شويه معطل، ولكن ما تدوش عليا، مع شويه عيانه البنات داكشي علاش. كما كتشوفوا البنات هنا كان جاب دورات بسروال قندريسي، هادو البنات خديتهم كاملين من عند قفطان زيلان. صراحه البنات واحد الكاليتي ديال الثوب والخدمه فنه تبارك الله. غير هنا غيبان لكم هكا شويه مكمشين غير مع التقياس ديال الوليدات كيقيسوا، داكشي علاش شويه تكمشوا ليا. عاد غادي نقدم لهم اللي يجيو يلبسوهم صباح العيد ان شاء الله. وهادو البنات كنت ما جبتهمش من بلاستيكا، يعني صافي قياس غير زياد واحد من الداري قيسوا بجوجهم حيت توام مع نفس اللاج. خديت لهم 10 سنين 10 سنين. هادو البنات الكاليتي ديالهم فنه، وخديت لهم بليغات حتى هي من عند، خديت البليغات كاملين البنات للبنات والدراري وحتى للراجل لي من عند قفطان زيلان. شوفوا لي البنات هاد القفطان هذا ديال الرجال حتى هو غزال البنات، قلت لكم في الاول ديال لا فيديو الكاليتي ديال الثوب غزال الصراحه، حتى الشكل ديالو زوين عجبني، حتى راجلي عجبو واخا ما عندوش هكا مع هاد القفطنات هادو ولكن عجبو هو. صافي غادي نقدهم ان شاء الله، غادي ندير لهم هكا الحديده كاملين باش صباح العيد غادي نلقاهم واجدين. ندوز لكم البنات هنايا بالنسبه للبليغات حتى هما فنين. هاد البليغه البنات اسمحوا لي البنات على صوتي، قلت لكم البنات هاد البليغه هادي شوفوا الشكل ديالها فن، ما تيجيش ديك ستيل البلدي الاخر اللي كيكون هكا في من القدام، لا هذا ستيل اخر. حتى هادي البنات فنه وكاليتي ديال الجلد عندهم غزاله صراحه. وبالنسبه للوليدات حتى هما خديت لهم هاد الشكل هذا ديال البليغات، راه حتى هما جلد البنات كاليتي اللي زوينه حتى هما من عند قفطان زيلان. ومهم خديت لهم تقريبا بحال بحال. وبالنسبه للبنات خديت لهم بحال الموديل اللي كنت وريتكم العام اللي فات. الصراحه صدقوا لي البنات فنين، ما خسروا ما حتى شي حاجه، لا ديالي لا ديال ثناء، بقاو كيف ما خديناهم بقاو. شوفوا لي البنات الشكل ديالهم شحال غزال. حتى تسنيم خديت لها تقريبا نفس الموديل، غير هي مبدله شويه، هذه ديال وحده ديال فاطمه الزهراء وحده ديال نيهال. صراحه الكاليتي ديالهم فنه، وتلبسوهم مع اي يعني اي لون تجي معاهم. انا بعدا هذه كنت نتمشى بها البنات، وكان زعما كنلبسها والحمد لله مازال هي اللي لبستها عاوتاني في هذا العيد، يعني ما خديتش بليغه واحده اخرى جديده، هذيك صافي نفعتني حتى هذا العام. داكشي اللي باش كيعجبني انايا قفطان زيلان، اي حاجه خديتها من عندها كتكون كاليتي اللي زوينه. وشوفوا لي البنات جليبات اللي ديت البنيات ماتشي ماتشي، حتى هما اسماء اللي قدتهم ليا قفطان زيلان. بدينا انا وياها تنشوفوا الافكار ديال جليبه كيف غندولها، صافي تخرجنا هاد لي موديل هذا تبارك الله ما شاء الله. البنات عندها الخدمه غزاله وخدمه اللي متقونه. صافي كنت مشيت خديت هكا تويبات، خديت الالوان ديال الثوب اختارتو ليا ماما، كنت هضرت معها قبل الفيديو وهي قالت لي ديري لهم هاد لا موطارد هذا. صراحه جا غزال، غير هي الزواقه تسنيم وفاطمه الزهراء الزواقه اللي كاينه فيهم بحال بحال. وبالنسبه للنهال مبدله، شوفوا لي هاد الدونطيله البنات حتى هو جا زوين، داتو لي هكا في القبيب وداتو لي في الجيبات وداتو لي هكا في اليدين، جاو زويونين فنين حتى البنات عجبتهم بزاف الجلابه ديالهم. والقياسات البنات جاوهم هما هادوك، جاو هكا مخزنين، جاي الشكل ديالهم غزال. ديال تسنيم انا اللي حمقتني بزاف، جاي هكا صغير ولا جاي فنه فنه ما شاء الله عليها، وما شاء الله على قفطان زيلان صراحه كتخرج من ديدات هذاك الشيء اللي غزال. كدير حتى جليبات البنات ديال الكبار، تكاشط تقفاطن، اي حاجه بغيتوها راه تتقادها. وغادي نرجع لكم البنات بالنسبه للعصري، انا غادي نخلي البلدي ديالي هو الاخر عاد نشاركو معكم. بالنسبه للعصري هنايا خديت لراجلي واحد بتي شورت غير من ال سي واي كيكي، عنده صراحه كسراول وداكشي عنده صافي قليل، زيديني غير واحد البتي شورت هي اللي خديتها من ال سي واي كيكي. ما لقيتش البنات الحوايج الصراحه مع هاد الجو اللي تخربق، ما لقيتش شي حوايج، ولا انا يمكن ما مشيتش بكري، تعذبت باش غادي نشري للوليدات، تعذبت في هكا في الحوايج اللي من الفوق تعذبت بزاف بزاف. بالنسبه للسبديلات لقيتهم بسهوله، مشيت عند واحد السيد كاين في الهديمه البنات، دابا نشاركو معكم ان شاء الله. هو اللي كنت شاركته معكم في الفيديو السابق غير ما وريتكمش فين جا، صراحه عنده داكشي كاليتي زوينه وداكشي غزال. شوفوا لي البنات هاد التسنيديله هادي، قلت غادي نزيدها عندي البليغه، قلت غنزيد هاد التسنيديله عجباتني هكا
هكا معجلي لي با فيها دخل فيها تقريبا هاد اللوين هذا، قلت غادي نزيدها حتى هي. خديتها من عند نفس المحل اللي خديت سبديلات الوليدات، وخديت اليوم حتى واحد الصبيبات البنات فنيين تيجيو هكا كلاس غزالين. شوفوا اللوينات اللي داخلين معاهم فنيين، خديت لزياد وسعد وفهد نفس الشكل ديالهم، تيجيو زوينين. انا تيعجبني هاد ستيل البنات هكا لبسوا الوليدات، عزيز عليا انني المره نلبس لهم سبور، مره نلبس لهم كلاس، تيجي زوين وضروري من التغيير. شحال ما غيرتي هكا الوليدات كيعجبك الحال. انا المهم عزيز عليا بحال هكاك. وبالنسبه للبنات سبديلات انا غادي نوريهم لكم حتى هما واحد التشكيلات اللي زوينين. انا ما مشاوش معايا الوليدات هكا باش ننزلو، مشيت غير راسي، ولكن واخا هكا كيعجبهم ذوقي وعجبهم يعني الاختيارات ديالي انا ديال الحوايج. سبديلات حتى راجلي راه من العاد ديالو قليل فاش كيمشي معايا باش غادي غناخدو هكا الحوايج، ولكن ملي كنجيب شي حاجه تتعجبو كيقول لي تبارك الله عليك عندك الذوق الغزال. شوفوا لي البنات السبديله هذه ديال زياد تبارك الله حتى هي فنه جايه غزال. كنت خديت لهم البنات بالنسبه غير سمحوا لي حتى الاثمنه ما كنتش كنقول لكم في الاثمنه. بالنسبه للصنداله ديال البنات خديتها ب 100 درهم، ديك السبيبه خديتهم حتى هما ب 100 درهم. هاد السبديلات البنات خديتهم 150 درهم باش خديتهم، يعني ثمن زوين، ثمن جد مناسب. 150 درهم راه زوينين والكاليتي ديالهم زوينه حتى هي. والصنداله ديالي حتى هي 100 درهم، وديك السبيبتين كما قلت لكم البنات حتى هما 100، يعني واحد الاثمنه اللي زوينه في المتناول، يعني ماشي اثمنه اللي غاليه. شوفوا لي البنات حتى التشكيل ديال هاد السبديلات ديال سعد وفاد حتى هما ديت لهم مغايرين على تسنيم وزياد، حتى هما زوينين، حتى هما البنات 150 درهم والكاليتي ديالهم زوينه. حيت وراني السيد اللي تما وراني جوج كاليتي، كاين الكاليتي اللي عيانه وكاين هادي، هادي عطاني يعني شي حاجه اللي زوينه خلاه لي 150 درهم. تمن انا عجبني. انا بعض المرات كنت كناخذ لهم سبديلات ب 300 250 وما كانوش كيصدقوا. مقارنه مع هذا الثمن هذا انا عجبني، ومن الداخل البنات مخدومه مزيان. المهم الكبيدات كنبغيو نفرحوا الوليدات في هاد العواشر، كناخذوا لهم شي حاجه جديده. حتى حنا ملي كنا صغارين راه حوايج كنبيتوهم حدانا، كتكون واحد الفرحه ديال حوايج العيد مغايره على انك تاخذي لهم في واحد الوقيته وحده اخرى غير هكا كتمشي وكتاخذي لهم حويجات. حوايج العيد عندهم واحد الفرحه خاصه، كتفرحي بهم الوليدات. المهم كيعجبهم الحال. شوفوا لي البنات هادو بالنسبه لفاطمه الزهراء ونيهال، خدينا لهم عاوتاني نفس ستيل ديال السبديلات حتى هما البنات 150 170 درهم هادو. شوفوا الكاليتي ديالها شحال فنه وشكيل ديالها غزال. البنات حتى هما عجبوهم، كنت وريتها لهم هكا غير في التليفون، قلت لهم واش بغيتوا هذا الموديل هذا، صافي عجبهم وجبت لهم هذا الموديل. صراحه زوينين وفنين، المهم الكاليتي تاع هما ديالهم زوينين، 170 درهم دايرين. وهنا غندوز لكم بالنسبه للحويجات، خديتهم من انسي وايكيكا البنات حتى الاخر لحظه الصراحه، وتعذبت في لي طاي، ما كنتش كنلقى لسعد وفهد لي طاي. واحد كنلقى له بحال هكا الى لقيت 10 سنين، الاخر كنلقى له 11 عام، ما تنلقاش نفس لي طاي. هنا البنات كنت خديت 3 سنين واحد الليبه، حيتاش كنت خديت لها واحد الكسيوه من ايسي واي كيكي، قلت ما نعرف يقدر يكون الجو ماشي هو هذاك، اللهم بعدا تكون عندي ليبه جديده، عندي الليبات ولكن ما عارفين الوليدات ضروري كيوسخوا. وهذا البنات خديتها لنيهال، المهم نيهال واللي عندي معاه مشكل كتبغي داكشي الاوفر سايز بزاف. المهم ديت لها خاطرها، ولكن الثانيه ما خديتها لاش اوفر سايز، خديت لها واحد الشكل اخر، هو هذا البنات خديته لها في الغوص، حتى هو من اي سي واي كيكي. المهم ما بغيتش ناخذ ليها كلشي اوفر سايز، هي راها بنيته. بالنسبه للبنات هادو خديتهم من 89 درهم باش خديت لهم هذه، خديتها لفاطمه الزهراء وخديتها لنيهال نفس الشكل، تيجيو زوينين البنات، ما كيجيوش طوالين بزاف، كيجيو شويه هكا قصارين وفيهم ديك اللعيبات من التحت، كيجيو الشكل ديالهم زوين. وخدينا لهم السراول هكا حتى هما. وبالنسبه للدراري خديت لهم هاد لي شوميز هادو البنات، راني كما قلت لكم تعذبت في الاختيارات، ما كنلقاش، كنلقى واحد لي موديل بزاف بزاف، كاين لي موديل ولكن ما كنلقاش نفس لي طاي. هادو البنات خديتهم 109 درهم، والسراول عاوتاني بوحدهم، هادو الشورتات بوحدهم يعني ما تيمشيوش اونصومبل. كل حاجه خديتها وانا درتهم زعما انا سقتهم، حيت صديفه البنات نفس اللون، صديفه اللي كاينه في لي شوميز بحال يعني جايه مواتيه، جات هي هذيك. شوفوا لي البنات كيف غادي تجي، وتجيهم حتى مع داك السبيبتين لي كلاس، وتجيهم مع السبديلات، الشكل ديالهم زوين انا عجبني بزاف.
خديت لهم البنات كاملين بحال بحال ماتشي ماتشي، وخا بزاف كيقول لي اكرام حاول انك تبدلي لهم وتبقاش دير لهم ماتشي ماتشي، ولكن عندي مشكل مع سعد وفات التوام حيت من صغرهم وانا كنلبسهم بحال بحال. صافي زياد دخلتهم معاهم حتى هو ضروري، حيت بعض المرات مني ما كناخذليش بحالهم كيتقلق كيقول لك لا انا ديالي خايب ديال سعد وفهد لي زوين. صافي وليت كنضطر انني ناخذ لهم تقريبا بحال بحال. وبالنسبه لجادو ما خديتلوش بحال خوتو. انا البنات بالنسبه لتسنيم خديت لها هادي، شوفوا البنات الشكل ديالها شحال غزال، انا عجبتني دايره 99 درهم البنات، والشكل ديالها فن. خديت لها معها كولون في واحد اللوين لي زوين. المهم تسنيم ومحمد جاد خديت لهم تقريبا نفس الالوان، لبسوا تقريبا بحال بحال. شوفوا لي البنات هاد الكولون حتى هو غيجيها واعر، واخا التصوير صراحه ما تيخليش الحاجه تبان كما يعني كما كتشوفوا هكا بعينيكم. التصوير كياخذ شويه ديال الحق ديال الحاجه. الكولون البنات فن وجلت تسنيم غزال ما شاء الله عليها. وخديت ليها البنات هاد الشرطات التحاته، خديت ليها ثلاثه. المهم هادو البنات قطن، انا علاش كنختار اني ناخذ ليها بعض المرات من اي سي واي كيك ولا كيابي كيكونوا قطن، واخا البنات كيكونوا شويه الثمن كيكون شويه زايد، ولكن اللهم تاخذوا شي حاجه قطن، ولا خصوصا الحاجه التحتانيه تكون البنات ضروري خاصها تكون قطن هكا الوليدات. بالنسبه للبنات شوفوا ليا هاد الكسيوه هادي اللي زوينه وعجبتني بزاف، هادي جايه في الاورانج صراحه عجبتني انا بزاف، في هذيك صديفات عجبتني انا يا بيضه، داكشي علاش خديتها لها. وهادي البنات بالنسبه لمحمد جاد شوفوا ليا هاد لونسومبل جاي فيه شوميز وجاي فيه ثري ويل صراحه غزاله، دايره 219 هي وسروالها 219 درهم. جي الشكل ديالها زوين باش قلت لكم غادي نلبسو هي وتسنيم تقريبا نفس الالوان الابيض، وهاد بحال زيتي بحال. المهم هاد الويل اللي زوين انا عجبني، وخديت له عاوتاني البنات واحد الشورت وبتي شورت ديالو. شوفوا ليا جاد من ديك كنوريه الحويجه تعجبو، ديك الديناصور في ديك الرسوم اللي كاين في لي شوميز عجبوه. وشوفوا البنات هذا عاوتاني هاد الشورت وبتيشورت، هذا الشورت وبتيشورت ديالو شحال فني، حتى هما تقريبا نفس الالوان. هاد اللوينات البنات تقريبا مشيت للغورينا مشيت للاسويكيكي مشيت للكيابي، تقريبا هاد الالوان اللي كاينين هاد الوقيته هذه، هاد هما الالوان اللي لقيت في الحويجات نتاع الوليدات. صافي وعجبوني اصلا جايين زوينين، وانا كيعجبوني هاد الالوان هادو اللي كيكون هاد اورانج ولا خضيدار ولا زيتي كيجيو زوينين مع الدراري. غادي ندوز لكم بالنسبه لفاطمه الزهراء البنات، كاينه هاد لا جوب هادي واعره، جاتها فن البنات، جاتها غزاله انا. المهم حبيتها هاد لا جوب هادي. وبالنسبه لهاد السويت ما بحالها بحال ديال نهال اللي وريتكم، هادي البنات جايه فنه حتى هي، ويعني ثمن مناسب واش 99 ولا 89، ثمن لي زوين حتى هو وما غاليش، كتجي هكا شويه قصيره. وبالنسبه للبنات عاوتاني لبسه اخرى كاينه هاد صوفيت ما هادي، كما قلت لكم خدينا لهم حتى ثراول ديال الجين. هاد البنات صوفيت ما هادي حتى هي من ان سي واي كيكي، حتى هي فنه البنات غزاله. تلبسها هكا الا بغات تلبس ديك الغوز مع ثراول الجين وديك لا جوب مع ديك الصفرة كتجي زوينه زوينه البنات. انا غادي ندوز لكم عاوتاني شنو خديت انا لراسي. خديت هاد الشال البنات حيتاش عندي جلابه داخل فيها هاد اللون هذا، الشال حتى هو عجبني خديته غير من الهديم، ما مشيتش عند فولا الزهراء حيتاش صيفطت عندها باش غادي ناخذ شي فولار لي زوين. صراحه لقيت انا خليت كما قلت لكم خليت راسي حتى الاخر، داكشي علاش ما لقيتش الشكل اللي كنت باغاه، صافي خليته غير من الهديم. هاد البنات هاد البيجاما غزاله حتى هي وعجبتني بزاف، خديت وحده ليا وخديت وحده لحماتي، نفس اللون نفس هكا الشكل. وندوز لكم البنات بالنسبه للجليبه ديالي، خديتها من ناديه قفطان جولد من صاحبتي هي اللي خيطتها ليا. صراحة الشكل ديالها البنات زوين، كيجي هكا دو بياس كتجي لتحتاني وكيجي الفوقاني ديالها. شوفوا لي الخدمة ديالها البنات شحال فنة، واحد الخدمة اللي زوينة وخدمة متقونة، واللوينات اللي دخلت ليا فيهم. يعني غنلبس انا وراجلي وليداتي ماتشي ماتشي، غير البنات غادي يلبسوا ديك لا موطارد، ولكن غادي يجيو ان شاء الله مواتين حتى نلبسوهم في العيد، وغادي نوريكم ضروري من لا فيديو ديال هكا نهار العيد. المهم التبيدات ديالي غادي نخليكم هنايا حتى لا فيديو ديال نهار العيد ان شاء الله، غنشارك معكم نهارنا ديال العيد كامل، نشارك معكم الطبيله، نشارك معكم الاجواء ديالنا، ونشارك معكم اللي غنمشي عند حماتي، يعني ما غاديش نعيد في داري نهار كامل، غنشارك معكم غير الصباح في داري. يلا الكبيدات كنحمق عليكم.